متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذا التحديث الجوي حول الحالة التي تتأثر فيها المملكة خلال ساعات نهار اليوم وخلال الأيام القادمة بحول الله. حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كميات من الغيوم متوسطة الارتفاع في عموم المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة، يتخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية خاصة في المنطقة الشرقية. حاليا تتأثر المنطقة الشرقية بغيوم رعدية تشمل كل من مدينة الجبيل والدمام. تنتقل هذه الغيوم الرعدية تدريجيا خلال ساعات الظهيرة باتجاه العاصمة الرياض، ثم خلال ساعات المساء باتجاه منطقة الإحساء وجنوب منطقة الرياض، حيث تكون أشد قوة في تلك المناطق، وتعطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار تترافق مع البرد والرياح النشطة المثيرة للغبار في منطقة الإحساء وجنوب منطقة الرياض خلال ساعات المساء بحول الله.